الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أريد من خلال هذا العرض السريع في هذه الفقرة أن أبين لأبناء المسلمين أولا، وثانيا هؤلاء المخدوعين بأقوال الماكرين وشبه المغرضين، هؤلاء الذين يلقون الشبه هنا وهناك ضد الإسلام والمسلمين، ضد رب العالمين سبحانه وتعالى، ظلموا أنفسهم وأخذوا من آيات الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم ما يستشهدون به على باطلهم. وأنا إن شاء الله سبحانه وتعالى سخرني ربي عز وجل لأرد عليهم، فأسأل الله عز وجل أن يكون في كلامي منفعة لنا، لي أولا، لأبنائنا، ولهؤلاء المخدوعين إن قدر الله عز وجل وصول الصوت إليهم. يستشهدون بالقرآن على أن المسلمين أهل إرهاب، بأن المسلمين أهل عنف، ويقولون مثلا القرآن يقول اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، القرآن يقول اقعدوا لهم كل مرصد، القرآن بيقول أنه نقتل الكافرين، ويذيلون كلامهم بعلة القتل هي أنهم مشركون، علة القتل أنهم كافرون، يعني المشرك يقتل لأنه مشرك، يعني المسلم عقيدته أنه يقتل المشرك لأنه مشرك ويقتل الكافر لأنه كافر، وطبعا هذا طبعا خلاف الإسلام، نحن لسنا كذلك، بالعكس هذا كتابنا ينطق بالحق. وتعالوا أيها الإخوة لنستمع قليلا، يعني إنسان يستمع ويحكم. عندما يقول إنسان آية من السياق مثلا يقول، مثلا يقول قاتل المشركين كافة ويسكت، يقول لك مسلمين يقولون بقتال المشركين كافة، طيب تابع الآية كما يقاتلونكم كافة، إذن علة القتال هنا ليست مجرد الشرك، ليست طبيعة الشرك، بالعكس الإسلام لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، المشرك عندما يكون مشركا وليس بمعاديا للمسلمين ولا يؤلب غيره على المسلمين، هنا ليس لنا له معه علاقة، العكس أمره إلى ربه. أما وأن يعادي وأن يغدر وأن يغدر بالمواثيق والعهود ولا يفي، يعني ما في وفاء، هنا ماذا سيكون؟ بالله عليكم اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى، يقول عز وجل عن علة قتال المشركين، قال وإن نكثوا أيمانهم، في سورة التوبة، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهودهم، لأنهم هن غلظوا الأيمان، أقسموا الأيمان بأن هناك عهد بأنهم لن يقاتلوا المسلمين ولن ينصروا غيرهم عليهم، يعني ما بيتعاونوا مع دول تانية أو مع أقوام آخرين لقتال المسلمين، وأقسموا الأيمان على ذلك. قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، طبعا هذا أمر طبيعي. أما إذا استقاموا على العهد نحن لا نغدر بهم، وهذا كلام الله عز وجل، اسمعوا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إذا استقاموا على عهودهم فاستقيموا، هذا أمر من الله، استقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. ولكن في المقابل إذا هؤلاء حرضوا، إذا هؤلاء حرضوا غيرهم علينا ليقاتلونا ويشوهوا سمعتنا ويغدروا بالعهود بيننا وبينهم، هنا يحرض الله سبحانه وتعالى بالمثل، لأنه جزاء العمل بمثله. فيقول الله سبحانه وتعالى للمسلمين إذا كان المسلمين تمنعوا عن قتال هؤلاء المشركين الغادرين بحجة أنهم أقرباء، بحجة أنهم أبناء عمومة، هذا طبعا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يترك المفسد في الأرض مفسدا. لذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ طيب هذا التحريض مقابل ماذا؟ مقابل أفعال سيئة هم فعلوها،
أما والمشرك الذي لم يسمع صوت الإسلام هل يجوز لنا أن نقتله لأنه مشرك؟ بالعكس، الإسلام ماذا يقول لنا؟ قال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب جوارك، فأجره حتى يبلغ، حتى يسمع كلام الله، لأنه هذا هو الأصل، أن نكون مشفقين على هؤلاء، نخاف عليهم، نرحمهم حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. سبحان الله. ثم انتبه، يقول الله سبحانه وتعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. لماذا نقاتلهم؟ لعلهم ينتهون. إذن علة قتلهم ليس انتقاما وتشفي أبدا، إنما علة قتلهم لعلهم ينتهون، لعلهم يعني يدركون فعلتهم وخبث فعلتهم وسوء فعلتهم فيرجعون وينتهون عما هم فيه. لذلك كل الأمر يعود إلى شفقة المسلمين بمين؟ بمشركين. وهذا ما علمنا ربنا سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يفتري علينا فالله عز وجل يحكم بيننا يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.